وعن وما عندناش معلومات كافيه. رانا باش نعملوا ان دياغنوستيك، معنا تعرف هذا بريسك سي دو كونسلتينغ غراتوي، تخدم رانا باش نعطيو صوره واقعيه. وهذا اش قاعدين نعملوا، عندنا تقريبا 100 سؤال من وقتاش حل، وقتاش جا الطبيب، وقتاش جا الفرملي، الوضعيه نتاع البيروات. نعطيكم يعني مؤشرات عديده، نعطيك بور لاني شخصيه وماديه. ايوا عندنا شكون ملاحظ في بنزرت، ايوا وصل الاول المركز يلقاها مخلوع نهار الاثنين، نهار لو 9 جانفيي خلعوه باش ينحيوا كل البسيكوتروب، معناه خلعوه فيه كاسه. عندنا بتصور تخيل كاسه في الحيط محلوله، خلعوا الفيرفورجي وجماعه دخلت تلوج على الحرابش وكذا. معناها ما احناش اكثر من شاهد على الوضعيه نتاع المستوصفات الكل. فما العدد قليل، لكن فما مستوصفات موجودين في الليسته نتاع الوزاره ومش موجودين، معناها تلقاه ما يا شانتي احنا موجود على اساس يخدم، ولا تلقاه فما اللي يربي فيه الدجاج، فما اللي تلقاه ولا معناها معد لاغراض اخرى. وهذا اللي هذا المهم، القبول. سالتني كيفاش الناس قبلت ولا كيما تقريبا، احنا كل يوم عندنا قرابه 200 ملاحظ من متطوع من مراقبون منتشرين في البلاد من الشمال للجنوب. كل يوم 200 يعني موجودين في قفصه، كل موجود في تلع، في موجودين في قليبيا، عند راهم تبرقه، ما فماش مستوصف مش باش نشوفوه، الا فماشي واحد ولا اثنين في المناطق العسكريه وتو نشوفوا نلقاو لهم حل. فماش بلاصه ما حناش فيها كل يوم 200 كمان فلوفان 200 كل يوم، ومش هما قاعدين يتبدلوا 200 كل يوم. وعندنا ديزيكيب ريجيونال كيما عندنا هنا في نابل، ينسقوا على مستوى المعتمديات، خاطر تعطي ديليفري وتعطي وحدات ونثبتوا السلامه نتاعهم. فهمت معناها العباد الكل ولينا اسيوري، خاطر صار لنا حادث اليم احنا في 2014، معناها سلامه الناس ونتاكدوا الدخول اسكو ينجموا يدخلوا ولا لا. لحد الان معناها سي تري رار اللي فما ناس رفضت، لان الوزاره قامت بمراسله رسميه للجهات، معناها للإدارات الجهوية الصحة باش تفسرت لهم اللي على علم بالبرنامج وطلبت منهم التسهيل، وهذه مشكورة. دونك كي دخلنا دون مانيير اونتر كيمي اوفيسيال، معناها الناس الكل في بالنا. كي تشوف زاد حتى في الفورماسيون ركزنا على راك ماكش داخل هنا باش تعارك، ماكش باش تشد الفيرملي ولا باش تشد الطبيب، شبيك جيت انت اوبسرفاتور نوت ولا محاله. وحتى في لو ميساج اللي قاعد يمشي للناس، راهو الحالة هذه الصعيبة ما يتحملهاش إلا الفيرملي للطبيب برك، راهو تتحملها المجموعة الكل. وضع تعيس للصحة في تونس، إيجا مع بعضنا قبل ما نبداو نعطيو الدواء. باهي، هذا وضع تعيس للصحة في تونس، هل هذا زاد تأكد لك ولا استنتاج سابق وإلا استقراء ولا غيره؟ معناها أنتم كي وصلتوا توا عندكم عدد لاباس به كما تحكي، هل معناها يخول لكم باش تنجموا تكونوا أون فوا أوتوريزي باش تقولوا وضع الصحة في تونس تعيس؟ وضع المستوصفات في تونس المستوصفات تعب يا سلام. وحسب ما رينا تو حتى او نيفو دي زورجونس اللي هما يجيو بعض المستوصفات اللي هما موجودين، تلقاها كسبيطار صغير اللي في وسط المعتمديه، اتعب واتعس. فما نقص كبير من الامكانيات، فما نقص في التوزيع نتاع الطب، بلايص تلقى فيها طب اكثر من لازم وبلايص تلقى فيها ما فيهاش، وهذا نعرفوه الكل. لكن تقول لي جبت الصيد من وذنه، الا قام باش تقول هذا ما 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 التجهيزات كيف التجهيزات فما وفما اون تري غران ديسباريتي على مستوى الجهات وحتى في وسط الجهه. وهذا اللي باش تفسر لنا اكثر. مثلا تلقى عندك بالنسبه احنا كان نقول لك نشوفوا التلقيح قاعد يصير ولا كيف، فما تلقيح، فما الفرجيدير ولا فما ضو ولا ما فماش ضو، معناها ضو ستيل باش تشوف النظافه على مستوى الليجيان. نحكي حتى حاشيكم على التواليتات، فما ما فماش، فما فليكسيبل ما فماش، فماش هالفير فورجي موجود ولا شو معناها فما بلايص وين نعملوا فاكسيناسيون ما تلقاش لي فاكسان محطوطين في الفريجيدير في لي كونديسيون، ساعات ما تلقاش فريجيدير ولا الفريجيدير ما تخدمش، اي دونك ما يعملوش فيها فاكسيناسيون. يقعد ديما العدد صغير، وهذا اللي نحاولوا نعملوه كملوا لافين. وهذا احنا مش من هذا اللي يلزموا يخرجوا الطب. راه فما ساعات بعض البلايص فيها فيرمليه، تي تلقى انت دوار صغير وفيه مستوصف، العباد الكل تعرف بعضها، شي تفهم الفيرملي يقول لهم يا خويا علاش نحل من السبعه، تيجاوني الكل من التسعه للعشره، 10 من الناس يجيو
ياخذوا الخدمه نتاعهم، يحضر لهم دواهم، يحضر لهم كل شيء، خاطر راهو المستوصفات ما ننساوش، ما يخدموش كان يداوي برشا، ماهيش كان فما برشا من الناس تاخذ تعاد تمشي تداوي في السبيطار وتمشي للمستوصف باش تاخذ الدواء نتاعها، خاصة المزمنه. معناه فما واقع نتاع جهات، فما ناس يخلي نمرو بتليفونه ويقول له كي توصل اي اورجونس كلمني نجيك، انا مانيش بعيد. ايه اش نعملوا؟ معناه فما ساعات حالات تستجيب المنطقة الجهة، يقول لك عندي 10 من الناس يجيب لي في النهار هنا، علاش نحدد لهم 6 سوايع؟ إيه لكن القانون يقول عكس هذا.